من قبل لا أطلع على التلفزيون، من قبل لا أصير ممثلة، أنا أحب أهتم بشرتي، بشعري، بشكلي، بلبسي، بحياتي، من زمان من وأنا صغيرة. إيه بس ما سمعتي في الفترة الأخيرة إنه يقولون لمياء طارق ابتدى اهتمامها بالشكل وبجمالها يطغى على اهتمامها؟ اللي متابعني من 97، لأن أنا مو توني طالعة من 4-5 سنين مع السوشيال ميديا، لا اللي متابعني من قبل راح يدروا إن هذه هي. بس شنو الموضة هالسنة؟ شنو الموضة هالسنة؟ 97 98 99 2000 2001، حتى موضات يعني السيايير، الساعات، تسريحة الشعر، الشكل شلون صاير، الحاجب. يعني في مرة جتنا فترة البوتكس لازم نرفع الحاجب كذي لفوق 8، هذه كانت موضة في وقتها، الحين خلاص ما قام أحد هذا يسوي. فهي مراحل، بس اللي يقول لك توه اهتمت بهذا يكون هو توه أصلا بادي يهتم بنفسه، فمن كذي عنده شايف كل الناس نفسه، كل من يرى الناس بعين طبعا. لمي عادي تقولين عمرك؟ ايه كم صار؟ انت تدري، انت قول. انا ما بطقك عين ارجوك، بس انا I'm not sure من عمرك. انت يعني عارف المواليد. اقول؟ اي قول. مواليد 80؟ 79. 79 ما شاء الله، يعني انت الحين صرتي 41؟ بتم 41. ما شاء الله ما شاء الله، انت عارفه ان شكلك كنك 25. عشان كذي اخاف من العين، بس ان شاء الله الله خير وحافظه. لمياء طارق نجمتنا لليوم عمرها 41 سنه. اذا نقول 40 راح تتم شهر 9، يعني لانه يعني تتاكد يعني انت فعلا راح تكونين مثال لاي فنانه او فتاه ممكن اسالها اقول لها منو اللي ينطبق عليها العمر مجرد رقم. بالضبط لمياء طارق. اي بالضبط، اذا اهتمت من وهي صغيره هذا كله ترى يتلاشى. يعني احنا ماخذين انا ماخذه من امي، من خالتي، اشوفهم كذي يهتمون بالبشره، بالشعر. بعدين الانسان اذا كان من داخله حلو وصغير ويحس بشباب راح ينعكس على وجهه، تصرفاته. البنات بساعي يقولوا لي بعثتي الطاقه الايجابيه في المكان كله. انا احب يعني احب كل شيء بايجابيه.